بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العبودية الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 17. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإنما الدين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الدين الحق يسمى بالأديان وهي غير صحيحة، فالدين الحق منها هو دين الله سبحانه وتعالى بعبادته وحده لا شريك له، هذا هو الدين الحق، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الدين الحق هو دين الله الذي أنزله على رسله وأمر به عباده من أول الرسل إلى آخرهم: شرع لكم من الدين ما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذا هو الدين الحق الذي لا يقبل الله سواه، وهو دين الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام، وهو بهذا التفسير هو دين جميع الرسل، كلهم جاءوا بهذا، لأن يستسلم العبد لربه يعمل بأوامره ويجتنب نواهيه مستسلما لله سبحانه وتعالى منقادا له، هذا هو دين الله وهو دين الإسلام. وما عداه من الأديان فهي أديان باطلة. من لم يستسلم لله فهو مستكبر، ومن استسلم له ولغيره فهو مشرك، ومن استسلم لله وحده فهو المسلم، هذا هو الدين الحق الذي أمر الله جل وعلا بعباده، أمر الله به عباده: فاعبدوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا: فاعبد الله مخلصا له الدين، هذا هو الدين الحق، وأساسه التوحيد، أساسه التوحيد، وأوامره ونواهيه هي الشرائع والمنهج الذي يسير عليه المسلمون في حياتهم. نعم. وإنما الدين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه. تحقيق العبودية لله كل وجه، فمن عبد الله وعبد معه غيره فهذا لم يحقق العبودية لله بل هو مشرك. نعم.
من كل وجه، من كل وجه. ليس هناك شيء لله، ليس هناك عبادة لله وعبادة لغيره. كل أنواع العبادات كلها لله سبحانه وتعالى، لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله يبغي ربا وهو رب كل شيء، لا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. والآيات في هذا كثيرة لمن تأملها تتبعها وأصغى إليها تدبرها. لكن كثير من الناس يقرؤون القرآن وتمر عليهم الآيات ولا يتدبرونها ولا ينظرون ماذا تشتمل عليه، وإن علموها قليل من يعمل بها. نعم. وإنما الدين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه، وهو تحقيق محبة الله بكل درجة. وأساس العبادة محبة الله جل وعلا، المحبة الخالصة بكل أنواع المحبة، لا يحبه ويحب معه غيره، محبة عبودية وذل، وإنما يحب الله وحده ويحب من يحبه الله ويحب ما يحبه الله تبعا لمحبة الله سبحانه وتعالى. فالعبادة أساسها على المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. المحبة هي أعظم أنواع العبادة وهي أساسها، فليس هناك عبادة بدون محبة للمعبود. لا بد أن تكون العبادة مبنية على محبة المعبود، سواء كان المعبود حقا أو باطلا. فما من أحد يعبد شيئا إلا وهو يحبه، ولو لم يحبه لم يعبده. نعم. وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه، وتكمل محبة الرب لعبده. نعم. كل ما كملت المحبة لله كملت العبودية، وكل ما نقصت محبة نقصت العبودية. المحبة هي الأساس، ولكن ليست هي العبادة وحدها كما تقوله الصوفية، وإنما معها الخوف ومعها الرجاء ومعها أنواع العبادة كلها، لكنها تابعة لها مرتكزة عليها وهي أساسها. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان. المحبة العبادة تدور على كمال الحب مع كمال الذل للمحبوب. نعم. وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا. بقدر ما تنقص المحبة لله تنقص العبودية لله سبحانه وتعالى. نعم. وكلما كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك. كل ما كان القلب محبة لغير الله، يعني محبة عبادة، أما المحبة الطبيعية لا يؤخذ عليها الإنسان، يحب الطعام، يحب الشراب، يحب الزوجة، يحب الولد، يحب أصدقاءه، هذه محبة طبيعية ليست عبادة، لأن ليس معها ذل للمحبوب.
محبة العبادة هي التي معها ذل وخضوع للمحبوب. عبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده. نعم. وكلما كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك. لذلك المشركون يحبون الله محبة عبادة، يعملون بعض الأعمال العبادة، يحجون ويعتمرون ويتصدقون، ولكنهم يحبون معه غيره من الأصنام والأحجار والأشجار، ومن الناس أن يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، سووهم بالله في المحبة فعبدوهم مع الله سبحانه وتعالى. نعم. وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك. نعم. وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة. كل محبة لا تكون لله فهي باطلة. الذي يحب غير الله، يحب غير الله لا علاقة له بالله، هي باطلة ولا تنفع صاحبها، لا تنفع صاحبها، ويتبرأ المحبوب من المحب، تبرأ الشريك من المشرك، تبرأ الخليل من خليله يوم القيامة إذا كانت الخلة على الباطل، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة أي رجوعا إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا في هذا الموقف، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذا سبب محبة غير الله عز وجل، جرتهم إلى الشرك عبادة غير الله، ثم إن هؤلاء المحبوبين تبرأوا منهم في أحرج المواقف. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، تبقى مودتهم بينهم إخوانا على سرر متقابلين، نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. المحبة إذا كانت في الله تبقى في الجنة، إذا كانت في غير الله تكون حسرة على صاحبها يوم القيامة. نعم. وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. كل عمل من أعمال العبادة تقربات لا يراد به وجه الله، لا يكون خالصا لله، فهو باطل. لذلك أعمال المشركين تكون هباء منثورا، تكون كسراب بقيعة، تكون كرماد اشتدت به الريح، دل على أنهم لهم أعمال، دل على أن المشركين لهم أعمال، لكنها لما كانت لا يراد بها وجه الله صارت هباء منثورا لا تنفعهم بشيء يوم القيامة، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. نسأل الله العافية. نعم. وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، فالدنيا ملعونة
ملعون ما فيها إلا ما كان لله. نعم، هذا حديث، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. ومعنى ملعونة يعني مذمومة، اللعن المراد به الذم، المراد به الذم، فهي مذمومة إذا كانت لا تستعمل في طاعة الله. أما إذا كان يستعان بها على طاعة الله فهي محمودة، والدنيا مزرعة للآخرة، فمن اتخذها وسيلة لعبادة الله واستعان بها على طاعة الله تكون الدنيا محمودة، ومن عكس الأمر اتخذ الدنيا لذاتها ولم يعلقها بعبادة الله ولم ينتفع بها في طاعة الله فإنها تكون حسرة عليه يوم القيامة، ويخرج منها ليس معه منها شيء. هذا العجيب، أنه جاء إلى الدنيا عريان وخرج منها عريان ليس معه منها شيء. لو كان عنده أرصدة الدنيا وعمارات الدنيا وممتلكات الدنيا يطلع منها ليس معه شيء إلا الكفن، كفن ما يساوي 5 دراهم، وله الملايين والمليارات، راح وخلاها. هذه الدنيا، هذه. لكن لو أنه لما أغناه الله قدم لنفسه من هذه الدنيا صدقات، قدم منها خيرات، استعملها في طاعة الله، تقرب بها إلى الله، لوجدها أمامه، لوجدها أمامه، ليس له منها إلا ما قدم، وأما ما أخر فهو للورثة وليس له. يقول ابن آدم: مالي ومالي، وما له من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى، وما عدا ذلك فهو تاركه. نعم. وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله، ولا إلا ما كان منها لله، إلا ما كان من الدنيا لله ليس ملعونا وإنما هو محمود. طيب. نعم. إلا ما كان لله، ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع. ولا يكون لله، ما هو على هواك تقول هذا لله، إن كان الله يحب هذا فهو له ويقبله، أما إن كان هذا أنت اللي جعلته والله لا يحبه ولم يأمرك به فلا يصل إلى الله. جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ألا ساء ما يحكمون. فالله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، وكان على وفق ما شرعه الله. نعم. أما أن تجعل شيئا لله والله لم يشرعه ولم يأمرك به فلا يصل إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله، وكل عمل لم يرد به وجه الله لا يكون لله. نعم. وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله، كل عمل لا يوافق شرع الله، الله لا يقبل إلا ما وافق شرعه، وما لم يشرعه فهو مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه.
كل عمل لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو تعمله تقرب به إلى الله مردود عليك تعب بلا فائدة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لاحظ هذا. فلا بد أن يكون العمل من صدقات وصلوات وعبادات تقربات لا بد أن يكون موافقا لما شرعه الله لا حسب ما تهواه أنت، والله لم يشرعه، ولا يكون أيضا تقليدا لأهل الضلال، تقليدا للناس ما يعملون تعمل دون أن تنظر هل هم على حق أو ليسوا على حق، فلا ينفع هذا. فيجب أن تتبصر فيما تعمله قبل أن تعمل، هل هو موافق شرع الله أو مخالف؟ كان موافقا فالحمد لله تمضي فيه، كان مخالفا تتركه. نعم. ولا تتعب نفسك فيه. نعم. بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين، الوصفين الإخلاص فلا يكون فيه شرك، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون فيه بدعة. هذين الشرطين يقبل الله العمل، ما كان خالصا لوجه الله صوابا على سنة رسول الله. ولهذا فسر قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل سبحانه أيكم أكثر عملا، لأن العبرة ليست بالكثرة ولكن العبرة بالأحسن، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قيل للفضيل بن عياض رحمه الله ما معنى أحسنكم عملا؟ قال أخلصه وأصوبه. قيل رحمك الله وما أخلصه وأصوبه؟ قال أخلصه أن يكون خالصا لوجه الله، وأصوبه أن يكون صوابا على سنة رسول الله. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. شوف الفقه العظيم في تفسير الآية الكريمة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، لم يقل أيهم أكثر عملا، وإنما العبرة بالأحسن لا بالأكثر على غير فائدة. نعم. بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين، أن يكون لله وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله، يعني موافقا لشرع الله، لأن الله إذا شرع فهو يحبه، فمن لازم الشرع المحبة وليس من لازم القدر المحبة كما تعلمون. القدر ليس من لازمه المحبة، فالله يقدر الأشياء التي لا يحبها ابتلاء وامتحانا. أما الشرع فالله لا يشرع شيئا إلا وهو يحبه. نعم. وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله وهو الواجب والمستحب. نعم. الموافق لشرع الله ما يكون واجبا، والواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أو مستحبا وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، مثل السنن والمستحبات والنوافل. نعم. كما قال الله تعالى
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ليعمل عملا صالحا ولا يشرك، هذا الشرطان، عملا صالحا هذا شرط، أن يكون صالحا، ولا يكون صالحا إلا إذا كان وفق السنة، إن كان على خلاف السنة فهو فاسد. الشرط الثاني أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. من كان يرجو لقاء ربه، يعني يؤمن بأنه سيلقى الله ويقف بين يديه ويحاسبه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لأن الإنسان قد يعمل أعمالا صالحة موافقة للسنة لكن يدخلها الشرك في القصد والنية، كالرياء والسمعة وطلب الدنيا وغير ذلك، فلا تنفع صاحبها. نعم. فلا بد من العمل الصالح. نعم. فلا بد من العمل الصالح وهو الواجب والمستحب، ولا بد أن يكون خالصا لوجه الله تعالى. لا بد من الأمرين، أن يكون العمل صالحا وأن يكون خالصا لله، ليس فيه شرك ولا رياء ولا سمع ولا قصد لغير الله عز وجل. المسلم يتجنب الشرك الأكبر، ما في شك، ما هنا مسلم يقع في الشرك الأكبر، لأنه لو وقع فيه لم يكن مسلما. لكن الشرك الأصغر يقع فيه كثير من المسلمين، هذه المصيبة، وهو الشرك الخفي الذي يكون في القلب ولا يعلمه إلا الله، هذا يقع فيه كثير من. ولذلك كان السلف يخافون من الشرك الأصغر. ما تقول هذا شرك أصغر، أي سهل، ما أصغر سهل هذا، لا تقول هذا، هذا يحبط عملك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، لأنه ما يخاف على الصحابة من الشرك الأكبر، لكنه يخاف عليهم من الشرك الأصغر. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء، يقوم الرجل فيصلي يحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. إذا صار عند الناس صلى صلاة مضبوطة وفيها طمأنينة وفيها، وإذا صلى وحده فإنه ينقر الصلاة نقرا ولا يطمئن فيها. هذا هو المرائي والعياذ بالله. أما المخلص كل واحد، سواء كان عند الناس أو كان في أقصى بيته أو كان في الظلام أو في النهار، هو لا يتغير، هذا هو المؤمن الحق المخلص لله عز وجل. نعم. كما قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. بلى، لما قالت اليهود لن يدخل الجنة، اليهود والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فاليهود يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، النصارى يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. فرد الله عليهم بقوله بلى، أي يدخلها من أسلم وجهه لله وهو محسن، يدخل الجنة فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، سواء من اليهود والنصارى أو من غيرهم. من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه هذا الإخلاص، السلامة من الشرك، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو العمل بالسنة، فدل على أن
أنه لا يدخل الجنة إلا من اجتمع فيه الشرطان الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. كما قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله. بلى أن يدخلها، هذا رد على نقض لقولهم لن، هذا نقض للن النافية. قال الله جل وعلا: بلى، يعني يدخلها من أسلم وجهه لله وهو محسن من أي جنس وأي لون كان. من أسلم وجهه لله وهو محسن دخل الجنة من أي جنس ومن أي لون، وأما من فقد الشرطين أو أحدهما فلن يدخل الجنة أبدا. نعم. كما قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم من المستقبل ولا هم يحزنون على ما مضى. لا خوف عليهم من المستقبل، أمامهم الجنة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا لأنهم وجدوا خيرا منه. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. أصل الحديث: من أحدث في أمرنا، هذا حديث عائشة رضي الله عنها، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي من أحدث في الشرع عملا لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم يتقرب به إلى الله فهو مردود عليه لا يقبل. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه الرواية أعم من الأولى، فمن عمل بدعة ولو لم يكن هو الذي أحدثها، لاحظوا هذا، من عمل بدعة ولو لم يكن هو أحدثها فهي مردودة عليه. إذن فالبدعة مردودة سواء أحدثها هو أو أحدثت له وعمل بها هو. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، هذا الشرط الأول، إنما الأعمال بالنيات، هذا هو الإخلاص، هذا هو الإخلاص. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هذا هو الشرط الثاني وهو المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا جمعت الحديثين تحصل عندك الشرطان: إنما الأعمال بالنيات، هذا فيه الإخلاص، من أحدث بأمرنا ما ليس منه، هذا فيه المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وإنما لكل امرئ ما نوى، مالك من عملك إلا ما نويت. لو تصدقت بالجبال من الذهب مالك إلا ما نويت ولو كان فلسا أو درهما، وما لم تنوه فليس لك منه شيء، يعني ما نويته لله فهو الذي يبقى لك، ولو كان قليلا، ولو كان شق تمرة، تقول النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة ما نوى، أما ما لم يخلصه لله فهو مردود ولو كان أمثال الجبال. نعم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. نعم، هذا مثال يشرح القاعدة. القاعدة: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالهجرة مثال للعمل، والهجرة هي الانتقال من بلد الكفر والشرك إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، فرارا بالدين، في بلد لا يستطيع إقامة دينه فيها يهاجر منها إلى بلد، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، فإذا ضاقت بك أرض فأرض الله واسعة، اخرج إلى أرض أخرى تتمكن
من إظهار دينك فيها. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله كما نوى، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وسبب ورود الحديث أن رجلا خطب امرأة أعجبته فخطبها في مكة يريد أن يتزوجها، قالت لا لا أقبل إلا بشرط أن تهاجر، أن تهاجر إلى المدينة. فهاجر إلى المدينة، ظاهره أنه يريد الهجرة لكن باطنه يريد المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها يروح علشان أن العيش هناك أحسن، علشان أن المصالح والدنيا فيها أكثر، هذا ما له إلا ما نوى، ما بيها يروح لها علشان فيها دين وفيها رجال صالحون وفيها جهاد في سبيل الله، إنما يريح يذهب لرفاهية العيش أو للتجارة ويتظاهر أنه مهاجر، الله لا يخفى عليه شيء، أو راح يبي امرأة هاجر علشان يتزوجها تسمى أم قيس، ولذلك سمي مهاجر أم قيس، سمي مهاجر أم قيس يعني إنما هاجر علشان المرأة، الله لا يخفى عليه شيء، الله لا يخفى عليه شيء. نعم. وهذا الأصل هو أصل الدين، وبحسب تحقيق الأصل اللي هو الإخلاص لله عز وجل هو أصل الدين، والذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين وأنزل به الشرائع بإخلاص لله عز وجل. نعم. وهذا الأصل هو أصل الدين، وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين، بحسب تحقيق الإخلاص لله يكون تحقيق الدين لله عز وجل، وبعدم إخلاصه ينتقص الدين وينقص أو يبطل. نعم. وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو الأصل الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب، وهذا هو أول ما يدعى إليه في منهج الدعوة، لا بد يكون هذا هو رأس الدعوة. فالمناهج التي تهمش التوحيد ولا تدعو إليه هذه مناهج باطلة ولا تجدي شيئا عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وإليه دعا الرسول وعليه جاهد. عليه هذا الأصل، على الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له دعا الرسول، دعا الناس إلى ذلك كإخوانه من المرسلين، وجاهد على ذلك، قاتل الناس على ذلك، أمرت أن أقاتل الناس فيقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل الذي أول ما يؤمر به ويجاهد عليه، هو هذا الأصل والأساس. نعم. وإليه دعا الرسول وعليه جاهد. نعم. وبه أمر وفيه رغب. وبه أمر الناس وبه رغب الناس الدخول فيه. نعم. وهو قطب الدين، ما هو يرغبهم بترك الربا ترك المعاصي، هذا صحيح، لكن هذا يأتي في الدرجة الثانية، أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة من الزكاة. تدرج في الدعوة، ابتداء بالأصل ثم الذي يليه ثم الذي يليه،
أما أن ترغبهم في الصدق في المعاملة والأخلاق الطيبة وتجنب الربا وتجنب الزنا وتجنب الفواحش، هذه إنما تأتي بعد تحقيق الأصل، تحقيق الأصل وهو التوحيد، تتجه إلى هذه الأمور. أما أن تهمش التوحيد ولا تدعو إليه، تقول خلوا الناس على عقائدهم لا تنفرونهم، أمرهم بالصدق أمرهم بالصلاة والعبادة والذكر، ما تنفع هذه الأمور، هذه الأمور ما تنفع مع عدم الأصل. الصلاة ما تنفع مع عدم الأصل، الصلاة وهي الصلوات الخمس ما تنفع مع عدم الأصل وهو التوحيد، فكيف بغيرها؟ نعم. وهو قطب الدين الذي تدور عليه رحاه. هو قطب الدين اللي هو الإخلاص لله، هو قطب الدين، والقطب هو الشيء الذي يدور عليه الفلك، يدور عليه الفلك. نعم. والشرك غالب على النفوس، وهو كما جاء في الحديث، الشرك غالب على النفوس والإخلاص عزيز، الإخلاص عزيز، ما الغالب فهو الشرك، سواء كان الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر والرياء والسمعة وغير ذلك، غالب على النفوس إلا من رحمه الله. نعم. والشرك غالب على النفوس، وهو كما جاء في الحديث هو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل، النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. من منكم يرى النملة السوداء على الصفات السوداء وفي ظلمة الليل؟ ما أحد يراها. الشرك في هذه الأمة أخفى وهو الرياء، أما الشرك الظاهر عبادة الأصنام والأشجار هذا شرك ظاهر، لكن المصيبة الشرك الخفي، الشرك الخفي، والشرك الخفي ما هو سهل، يحبط العمل، عملك اللي تعمل يروح هباء منثور إذا خالطه الرياء والسمعة، فخطره عظيم، ولهذا تخوفه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يدرابه ولا يشاف، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقد يخفى على الإنسان نفسه، قد يكون عنده رياء وعنده شيء ولا درى أنه شرك ولا درى أنه يحبط العمل. نعم. يعني فهو خطير جدا. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. نعم. يقول أخوف إن الشرك الأصغر أخوف عندي عليكم من الدجال، لما ذكرهم بالدجال وبين لهم مخاطر الدجال وفتنة الدجال، ثم قام ونهض صلى الله عليه وسلم من مجلسه، الناس أخذوا يتحدثون عن الدجال وخطره، ثم رجع إليهم صلى الله عليه وسلم قال: ألا أحدثكم بما هو أخوف عندي عليكم من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، الشرك الأصغر أخطر من الدجال. نعم. وفي حديث آخر قال أبو بكر: يا رسول الله كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ أبو بكر اللي هو أفضل الصحابة وأفضل الأمة، أفضل الخلق بعد الأنبياء أبو بكر بعد الأنبياء، ومع هذا خاف على نفسه من الشرك الخفي، لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر منه قال: كيف نتقيه يا رسول الله؟ ما السلامة منه؟ ما زكى نفسه وقال: أنا ما علي، أنا ما، بل خاف منه على ما هو فيه من الإخلاص والدين، يعني هو رجح إيمانه بإيمان الأمة لما وزن رضي الله عنه، رجح بإيمان الأمة إيمان أبي بكر. نعم. قال أبو بكر: يا رسول الله كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله. نعم. دعاء ينجيك منه، الدعاء تدعو الله أن يعافيك منه،
والله قريب مجيب. نعم. قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قل هذه الكلمة بصدق وإخلاص حضور قلب، يعافيك الله من الرياء. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. نعم. وكان عمر يقول في دعائه، وكان عمر رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في المرتبة الثانية بعد الصديق، إيمانا وقوة وجهادا في سبيل الله وصدقا، حتى إنه إذا جاء من طريق فر الشيطان من طريق آخر، ولا يأتي مع طريق فيه عمر رضي الله عنه، بقوة إيمانه يخاف على نفسه من الشرك الأصغر، فيقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا، صالحا يعني صوابا على السنة، واجعله لوجهك خالصا، هذا الشرط الثاني وهو الإخلاص، ولا تجعل فيه لأحد شيئا، يعني من باب الرياء لا تجعل فيه رياء. هذا عمر يخاف على نفسه، فكيف نحن نأمن من هذا ولا يخطر ببالنا أيضا. نعم. وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية، لكن ترى الشيطان يجي بعض الشباب، وهذا سئلنا عنه كثيرا، يجي بعض الشباب من هذا الطريق ويقول لهم: لا تصلي مع الجماعة هم من تصاب بالرياء، لا تقوم تصلي بالليل تصاب بالرياء، لا تعمل كذا خوفا من الرياء. هذا شر والعياذ بالله، هذا كيد من الشيطان. المسلم يعمل الأعمال الصالحة ويسأل الله السلامة من الرياء، هو معناه يترك العمل يقول أخاف من الرياء، هذا كيد من الشيطان. نعم. وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية. نعم. وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها. كثيرا كثيرا ما يخالط النفوس، يعني هذا الرياء كثير ما يخالط النفوس، مع أنه خطير جدا. كل إنسان يحب الشهرة، كل إنسان يحب الشهرة، يحب المدح، يحب الظهور، هذا ما يسلم منه أحد، لكن يدفع هذا بالإخلاص، يدفع هذا بالدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه، يدفع هذا بالخوف من الرياء. إذا خاف من سلم، لكن إذا أمن من الرياء فإنه يقع فيه. نعم. وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له. كما قال: مع الرياء شيء آخر، وهو شهوة النفس، شهوة النفس، فاللي طاوع نفسه فيما تشتهي تجره إلى الشر ويكون متبعا لهواه. فمع الرياء الهوى والعياذ بالله، الهوى، ومن أضل ممن اتخذ إلهه هواه، أضله الله على علم. فهذا خطر آخر وهو الهوى، حب الشهوات. نعم. كما قال شداد بن أوس: يا نعايا العرب، يا نعايا العرب. كما قال شداد بن أوس: يا نعايا، ولا يا بقايا؟ بالفتاوى بقايا، في مجموع الفتاوى يا بقايا، هذا اللي موجود في المطبوعة. نعم. في المطبوع محقق يا نعايا، وبين معها من اللي محققه؟
محمد بن رياض واحد اسمه شخص اسمه محمد بن رياض الأحمد وبين محمد إيش؟ محمد بن رياض الأحمد. محمد بن رياض الأحمد. الأحمد. يبين نقلا عن ابن الأثير معنى نعايا. ابن الأثير ثقة نعم. إيه. كما قال. يعني ما فسره من عنده إنما نقل عن ابن الأثير. أي نعم. ابن الأثير إمام جليل. نعم. كما قال شداد بن أوس يا نعايا العرب يا نعايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. الرياء والشهوة يعني الهوى. نعم. وقيل لأبي داود. طيب وش الهوى؟ سم. وش الهوى؟ وش النعاية؟ قال ابن الأثير في النهاية وفي رواية يا نعيان العرب يقال نعى الميت ينعاه نعيا إذا أذاع موته وأخبر به وإذا ندبه. قال الزمخشري في نعايا ثلاثة أوجه أحدها أن يكون جمع نعي. الزمخشري له كتاب في غريب الحديث. نعم. أحدها أن يكون جمع نعي وهو المصدر كصفي وصفايا، والثاني أن يكون اسم جمع كما جاء في أخية أخايا، والثالث أن يكون جمع نعاء التي هي اسم الفاعل والمعنى يا نعايا العرب. يهم من المعنى ولا مسألة التقاسيم الأول هذه أمر سهل. نعم. والمعنى يا نعايا العرب جئنا فهذا وقت كنا وزم. والمعنى يا نعايا العرب جئنا فهذا وقت كنا وزمان كن، يريد أن العرب قد هلكت. يا نعايا العرب جئنا. ها؟ اي نعم. يا نعايا العرب جئنا فهذا وقت كنا وزمان كن. يعني النساء، لأن النساء هي اللي تنعى، لأن النعي في الغالب من خصائص النساء. قال وقيل إنه جمع ناع كراع ورعاء. ما علينا من مسألة الجمع والإفراد، المهم المعنى. المعنى وشو؟ المعنى يقول هو المشهور في العربية أن العرب كان إذا مات منهم شريف أو قتل بعثوا راكبا إلى القبائل ينعاه إليهم يقول نعاء فلان. معروف هذا، لكن وش المناسبة؟ المناسبة يقول فأما قوله يا نعاء العرب مع حرف النداء فالمنادى محذوف، يعني ينعى العرب ينعاهم من الرياء، ينعاهم ينعى العرب الذين أصابهم الرياء أنهم هلكوا. ها؟ نعم. أكمل يا شيخ؟ نعم أكمل التعليق. التعليق يقول وقيل إنه والمشهور في العربية أن العرب كانوا إذا مات منهم شريف أو قتل بعثوا راكبا إلى القبائل ينعاه إليهم. نعم. يقول نعاء فلان أو يا نعاء العرب، أي هلك فلان أو هلكت العرب بموت فلان. صار معنى أوس بن الصامت هو لا ما هو شو اسمه شداد بن أوس. شداد بن أوس رضي الله عنه معناه إنه ينعى الذين أصابهم الرياء، ينعاهم لأنهم هلكوا. نعم. إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. نعم. وقيل لأبي داود السجستاني وما الشهوة الخفية؟ قال قيل لأبي داود كذا عندكم؟ ها؟ نعم؟ ها؟ صاحب السنن يعني. نعم. وقيل لأبي داود السجستاني وما الشهوة الخفية؟ قال حب الرئاسة. هذا المشكلة، حب الرئاسة هذا بعد آفة ثالثة وهي حب الرئاسة. حب الرئاسة يوقع في مهالك. نعم. طيب نؤجل هذا إلى درس القادم إن شاء الله. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يعرف الإنسان أن الله يحبه وأنه يحب الله؟ يعرفه براحة قلبه، إذا ارتاح قلبه في عبادة الله واطمأن إليها وأحبها فهذه علامة على محبة الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ترك العمل الصالح خوفا من الوقوع في الرياء
هذا من الشيطان. لا تترك العمل الصالح، اعمل العمل الصالح وأخلص لله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ أندادا، يتخذ من دون الله، يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، هل يصح تفسيرها بأن المؤمنين يحبون الله أشد من حب المشركين لله؟ نعم، فسرت بهذا: الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله. كل منهم يحب الله، المؤمنون والمشركون، لكن المؤمنون محبتهم خالصة فهم أشد حبا لله، والمشركون محبتهم فيها شرك فهي ناقصة، ناقصة وباطلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم محبة الكافر لأجل الدنيا لا لأجل الدين؟ وهل لا يجوز محبة الكافر؟ ما تجوز، لأنه عدو لله، عدو لله، فأنت لا تحب الكافر لأي غرض من الأغراض، تبغضه لأن الله يبغضه، تعاديه لأنه عدو لله، لا تحبه أبدا. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم. وهل المحبة الطبيعية يمكن أن تكون للكفار من الأقارب؟ لا تحب الكافر ولو كان قريبا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، تبي يوضح من هذه الآية لا تحبهم أبدا، لكن أحسن إليهم، أحسن إلى أقاربك وادعهم إلى الإسلام، تألفهم لعل الله أن يهديهم، ما أن تحبهم لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل إذا قمت بالعبادات على أكمل وجه وحسب استطاعتي أكون بهذا محبا لله، أم أن المحبة شيء آخر غير العبادات المعروفة؟ العبادات تابعة للمحبة، الأصل في القلب المحبة، فإن كان عندك محبة لله فإنك تعبد الله، فهي الأساس وهي السبب التي تقودك إلى عبادة الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل حب الرجل لامرأة لا تحل له أو حبه للأمرد مثلا يعتبر من الشرك الأصغر؟ نعم، إذا خضع له وذل له يعتبر من الشرك الأصغر، أما إذا لم يخضع له ولم يذل له فهذا لا يعتبر من الشرك الأصغر، يعتبر طبيعي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سمع سمع الله به ومن رأى الله به؟ عقوبة له، من أظهر صوته بالقراءة أو بتحسين الصوت من أجل أن يسمعه الناس ويمدحه سمع الله به، يعني وأوصل صوته إلى الناس وسمعوه ومدحوه، حصل له مطلوبه في الدنيا لكنه خاسر عند الله سبحانه وتعالى، هذا من باب العقوبة. وكذلك في الآخرة يسمع الله به، بمعنى أنه يشهر عقوبته أمام الناس ويفضح أمام الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل من الشرك الخفي تعلق القلب بغير الله؟ لا في شك أن تعلق القلب بغير الله شرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا أشرك الإنسان شركا أصغر فهل يدخل في قوله سبحانه وتعالى: ويغفر ما دون ذلك؟ هذه في الشرك الأكبر، هذه في الشرك الأكبر، أما الشرك الأصغر فلا يدخل في الآية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الحلف بالحرام بأن يقول
بالحرام لم أفعل كذا وبالحرام إلا فعلت كذا، هل هذا من الشرك الأصغر؟ حلف بغير الله شرك، حرام وغيره، حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك بأي شيء حلفت. نعم. فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تخصيص بعض الدعاة لخطب ودروس يكون مدار الخطبة أو الدرس على القصص الواقعية لجذب قلوب الشباب للعودة للدين، ولا يكون فيها شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل، هل هذه الخطب تكون مفتقدة للشرط الثاني لقبول الأعمال وهو المتابعة؟ القصص أو القصص الصحيحة التي فيها عبرة لا مانع من إيراد شيء منها، شيء منها في الخطبة، أما أن تجعل الخطبة كلها في القصص هذا لا يجوز. خطبة أغراضها معروفة، من أغراضها الموعظة، والموعظة يدخل فيها القصة الصحيحة التي فيها عبرة، يكون في الخطبة شيء من ذلك، لأن الخطبة كلها في القصص. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الرد على من يقول إننا في هذه البلاد موحدون ولسنا بحاجة إلى الإكثار من التوحيد وبيانه؟ أي مكيدة من الشيطان، نحن في هذه البلاد ولله الحمد على عقيدة التوحيد، لكن لا نكمل أنفسنا ولا نزكي أنفسنا، نقع في شيء ونحن نجهله، ولا فإذا لم نتعلم التوحيد وقعنا في أشياء من الشرك ومن مخلات بالتوحيد لأننا نجهل هذا الشيء بسبب الجهل، ولا يجوز لنا هذا. نحن نتعلم التوحيد، وإن كنا من أهل التوحيد من أجل ترسيخه ومن أجل ألا نقع في شيء نجهله. إبراهيم عليه السلام، هل أنت أشد توحيد من إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ألم يقل في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ فلا تحذر من الشرك في بلاد التوحيد، ما تحذر من الشرك وتبين مخاطر الشرك لئلا يقع فيه أحد؟ ما أحد يأمن على نفسه، يزكي نفسه، فقولهم هذا فيه مكيدة لأجل أن يترك التوحيد ولا يعتنى به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه وتعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، يقول سمعت أحد الأشخاص يقول إن المقصود بقوله دينا قيما ليس التوحيد وإنما الأخلاق والمعاملات، فهل هذا القول صحيح في تفسير الآية؟ الآية تفسر نفسها، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. دين، والدين هو التوحيد، أصل التوحيد وأساسه التوحيد، وأما الأخلاق والأشياء هذه فروع تابعة للتوحيد، كيف نعتني بالفرع نترك الأصل؟ نعم. هم يحاولون اجتثاث التوحيد من هذه البلاد ومن المناهج الدراسية، يحاولون اجتثاثه، هذا قصدهم، فنحن ضدهم ونحذر منهم ومن دعاياتهم، ولا نزكي أنفسنا ولا نقول إننا نعلم كل التوحيد وكل يعني مسائل التوحيد، اللي يخفى علينا ونجهله أخفى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أليس الصحابة الذين خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين، يعني نفر من الصحابة قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال إنكم قوم تجهلون، الصحابة يجهلون، كيف بنا نحن ما نخاف من هذا؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، خرج رجل في إحدى القنوات الفضائية وقال ينبغي للولي أن يتخلق بأخلاق الله
ويتصف بصفات الله، فإذا كان كذلك أطلعه الله على أسرار خلقه، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام الصوفية، هذا كلام الصوفية. والرجل هذا يمكن الصوفي يجيب مما عنده. نعم. فضيلة الله ما يطلع على، لا يطلع على خفايا ما عنده إلا بعض المرسلين. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. كيف يطلع هذا المسكين على ما عنده سبحانه؟ هذا من الجهل بالله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عدد من الأسئلة تسأل عن موضوع واحد، منها هذا السؤال يقول: هل من كلمة وتوضيح لمن يبدع إخوانه المشايخ من أجل مسألة العذر بالجهل في مسائل التوحيد؟ يا إخوان، هالمسائل هذه اللي الناس ما وصلوها، العذر بالجهل ومسائل خفية، هل العمل من الإيمان أو ما هو من الإيمان، هذه مسائل ما تصلح أن تبحث، هذه عند خواصة للعلم، ولا تبحث عند الناس وعند على الملأ وفي الإذاعات والفضائيات، ما يجوز هذا، هذا يشكك الناس يحيرهم. فلا توقعون الناس بمهاترات وجدال عقيم وشيء ليس بحاجة إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: امرأة تقول إنها حاضت وجلست عادتها المعتادة. نعم. امرأة حاضت وجلست عادتها المعتادة. نعم. ثم رأت الطهر، وبعدها بيوم رأت دما، وكانت تصلي وتصوم. امرأة حاضت وجلست عادتها المعتادة. نعم. ثم رأت الطهر، وبعدها بيوم رأت دما، وكانت تصلي وتصوم، مع العلم أن الدم ليس له علامات دم الحيض المعروفة، فهل فعلها صحيح وصلاتها وصومها صحيح؟ نعم، ما دامت إن رأت الطهر والنقاء التام، اغتسلت وصلت، ثم رأت بعد ذلك شيئا من الكدرة أو الصفرة أو الدم الذي لا ينطبق عليه وصف الحيض، فليس في شيء، تصوم وتصلي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل الراتب التقاعدي يكون لعموم الورثة، أم أنه للقصر وللنساء من الورثة؟ وهل للمسألة دليل أم أنها اجتهادية من القاضي؟ هذا له نظام جعله ولي الأمر، يرجع إلى النظام، ليس ميراثا، التقاعد ليس ميراثا، وإنما هو جعله ولي الأمر للقصار بعد ميتهم، فيطبق عليه نظام ولي الأمر ولا يدخل في الميراث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكرتم حفظكم الله أن الهجرة تكون من المكان الذي لا يتمكن فيه الإنسان من إظهار الدين، فما المقصود بإظهار الدين؟ المقصود بإظهار الدين أنه يدعو إلى الله وينكر الشرك، ينكر الشرك ويأمر بالتوحيد، هذا إظهار الدين. أما أنهم يتركونه يصلي بس ويصوم ولا يتعرضوا، هذا ما هو بإظهار الدين. إظهار الدين أن يدعو إلى الله وأن يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك وعن البدع والمحدثات، هذا إظهار الدين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز أن يسمي الرجل ابنه على اسمه؟ ما في معنى. نعم. وهل يعرف أحد من الصحابة، وهل هناك أحد من الصحابة سمى ابنه عليه غير عبد الله بن أبي سلول؟ ما أدري، الله أعلم. نعم. لكنه لا بأس به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا قال الإنسان أعاهد الله ألا أفعل كذا، فما حكم هذا؟ هل حكمه حكم اليمين أم حكم النذر؟ يمين، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان، سماه يمينا، سمى العهد يمينا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز حرق الأرض بعد حصاد المحصول
لأجل استصلاحها. إذا لم يكن فيها حشرات أو كائنات حية فلا بأس من إحراقها، أما إذا كان فيها كائنات حية وحشرات فلا يجوز لك أن تحرق. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في خطبة الحاجة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا؟ نعم، وأخطر شيء على الإنسان شر النفس وسيئات العمل اللي هي المعاصي، وشر النفس بالهوى والشهوة المحرمة هنا، لأن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ففيها شر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دفع شخص لشخص آخر مبلغا من المال والثاني موظف ليسهل له أمرا هو من حق الدافع، فهل هذا المال حرام على المدفوع له فقط ولا شيء على الدافع؟ لا، ما يجوز لا للدافع ولا للمدفوع له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشي، والراشي هو دافع الرشوة والمرتشي هو الذي يقبلها، لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة أيضا كثيرة تسأل عن مسألة الحجاب والنقاب، هل النقاب من الدين وهل الحجاب؟ وهذه مسألة مثل ما قلت لكم لا تثيرونها على الناس، المسلمون ولله الحمد خصوصا في هذه البلاد عاشوا قرونا طويلة على الحجاب ولا حصل فيه أي إشكال ولا حصل فيه تعطيل للنساء، بل النساء تشتغل وهي محجبة ولا حصل فيه أي ضرر الحمد لله، فلا تثير هذه المسألة هل الحجاب واجب أو ما هو واجب، وفيه أقوال وفيه خلاف، هذا كله اطرحوه، كله اطرحوه ولا تلتفتوا إليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن تدفع المرأة من زكاة مالها لزوجها العاطل عن العمل؟ والله موضع خلاف، هذا موضع خلاف، أن تدفع الزكاة لزوجها أو لا تدفعه، لأن زوجها ينفق عليها، أو إذا دفعها إليها دفعته إليها انفقها عليها، وكأنها تريد أن ترجع إليها زكاتها. من هنا قال بعض العلماء لا يجوز، بعضهم يقول لا يجوز، لأن زينب الثقفية سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن مسعود زوجها فقير وبحاجة إلى المساعدة، هل تعطيه صدقتها؟ قال نعم، أفتاه الرسول تعطيه صدقتها، لكن الصدقة اختلفوا فيها هل هي صدقة تطوع أو لا زكاة، لذلك المسألة فيها خلاف، تجنبها لا شك أنه أحوط وأحسن. نعم. ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يعطي والد الزوجة زوج ابنته من زكاة ماله بشرط ألا ينفق من هذه على البيت لأن الزوج عليه ديون؟ ما في بس، لأن الزوج فقير، لأن الزوج فقير وعليه ديون وعليه مصالح يدفعها إليه وهو يتصرف فيها، ما في معنى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وليس هو من أولاده ولا من أصوله ولا من فروعه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنت مسافرا لمسافة 70 كيلومتر هل أحسب المسافة من بيتي أم من آخر حدود المدينة؟ المسافة تبدأ من خروجك من البلد، ما دمت في البلد ما بعد صار سفر إلى الآن، السفر يبدأ من خروجك من البلد. نعم. والسبعين لا تكفي في السفر، أقل من مرحلتين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أصوم يوم الجمعة منفردا ويكون قضاء لرمضان؟ إذا صمته قضاء فلا مانع، إنما الممنوع التطوع، صوم الجمعة تطوعا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم أكل
لحم سمك القرش، وهل كل ما في البحر له حكم واحد؟ هو الظاهر وحل لكم صيد البحر، هذا عام لكل ما يعيش في البحر، كل ما يعيش في البحر فهو حلال، حل لكم صيد البحر وطعامه، طعامه ما مات فيه من الحيتان والحيوانات، فعموم الله يقتضي أن كل ما لا يعيش إلا في البحر أنه حلال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رأيت في ملابسي لون نجاسة ولا أدري هل هي نجاسة أم لا، وقد صليت بهذه الملابس علما بأن هذا اللون يسير، فهل صلاتي صحيحة؟ ما دمت لم تجزم أنها نجاسة فلا بأس بصلاتك صحيحة حتى تعلم أن هذه نجاسة، لكن حتى لو علمت أنها نجاسة وصليت بها وأنت لا تعلمها أو ناسيها صلاتك صحيحة، إنما تبطل لو تعمدت وصليت في ثوب فيه نجاسة إذا تعمدت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في الفوائد لابن القيم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه أن المسافر إذا قدم على ماشية أو على بلدة له فيها زوجة أنه يتم، فهل يقاس على الماشية الحرث بحيث إن المسافر إذا قدم على مزرعته يتم؟ المهم إذا كانت البلد محل إقامته، محل إقامته أنه ينتهي السفر، أما إذا كانت البلد هاجر منها أو ارتحل منها إلى بلد آخر وجاءها عابر سبيل هو مسافر. الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة، ولما جاء في غزوة الفتح وفي الحياة حجة الوداع كان يقصر الصلاة، ومكة كانت بلده الأول. نعم. لكنه هاجر منها، انتقل منها وصار محل إقامته في المدينة.